السلام عليكم الخوت، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ في هذا الفيديو ان شاء الله غنخدموا لي كونترولر. كما قلنا لارافيل كتخدم بالديزاين الطائن اللي هو الام في سي موديل فيو كونترولر. لي فيو راه شفناهم، هما هاد لي انترفاس جرافيك اللي كيتافيشيو. وبالنسبه للكونترولر غنشوفوهم هاد النهار ان شاء الله، هما اللي كينظموا لنا لي روت ديالنا. ما بقاوش نكتبوا لي روت هنايا ديريكتومون، غنعطيو الخدمه للكونترولر، نكتبوا هنا الكونترولر ديالنا، وفي الكونترولر تما غنتريتيو لي روكيت ديالنا. يعني الا كانت شي حاجه طويله اللي كان خاص دي كونديسيون، كان خاصنا نحطو لي دوني في الباز دوني اكسيتيرا، كلشي غيدار في الكونترولر. يلا تشوفوا بعد الانترو ان شاء الله. اول حاجه كيفاش كنديروا الكريو لي كونترولر ديالنا، كنفتحوا كوماند لاين ديالنا تيرمينال، كنخدموا بي اش بي ارتيزان كالعاده، كنديروا ميك كونترولر، وهنا كنديروا السميه ديالو مثلا ستودنت كونترولر. ستودنت كونترولر وكما كتلاحظوا هو التكريا مزيان. فين كيتحطوا هاد لي كونترولو؟ كتمشيو للاب، كتفتحوا اب اش تي تي بي او ما كونترولرز، هو الفولدر ديالو، هو كيتكريا هنا. هاد الاوثنتيفيكيشن هادو هما اللي كنا كريناهم في الاول باش بغينا انستاليو الووتستار. هادشي مثلا نشوفو من بعد ان شاء الله. او ستودنت كونترولر هنا بار اكزومبل، عطاو غير شي مثال. دابا نديرو واحد الفونكسيون بابليك فانكشن، انا مثلا ندير شو وندير ريتورن هنايا فيو، وانا ندير ستودنت بروفايل بحال هكا صافي. هادي هاد الفونكسيون شاو شنو غدير باش نعيط لها، غتغوتوني لي لافو بروفايل ديالي. نجي لهنايا، يعني مبقاش عندي الغرض نغوتوني ديريكتومون هاد الفو باش يكون عندي هاد لي غيل هاد بروفايل. يعني هنا ستودنت سلاش بروفايل، يعني ندير هنا واحد الجيت، ما نحتاج هنا لا فورمولير الاول باش ندير بوست. ندير جيت هنايا بروفايل ما نغيرهاش، ولكن هنا غنعيط للكونترولر ديالي بدلا من انني نكتب هادي، حيت هنا كنا اصلا دايرين فيه. لكن هنا دابا غنبدلو، بدلنا الخدمه، غنديرو هنا جيت موالفين، هنا كنديرو ديك فانكشن وكنديرو تريتمون، هنا غنديرو الكونترولر. كاين جوج ديال الطرق باش نعيطو للكونترولر ديالنا، ندير الطريقه الاولى هنا والطريقه الثانيه هنايا. الطريقه الاولى كالتالي، كتكتب هنا السميه ديال الكونترولر ديالك اروباس، وكدير لا فونكسيون اللي غتعيط لها مثلا هنا شو، هي شو صافي. هذا هو التغيير اللي كاين. وغنجيو سيدي لهنايا وغنديرو نعيطو ستودنت بروفايل بحال هكا. راه كيما كتلاحظوا عطاني هاد لير، قال لك ستودنت كونترولر داز نوت اكزيست، ما عرفش هاد ستودنت كونترولر. شنو هو الحل؟ مديرة هيرو قلبت عليها قبل، غنعطيكم الحل الواجد الماضي، راه صوبت فيديو عليه. غديرو كونترول بي، تقلبوا على روت سيرفيس بروفايدر ها هو، وغتزيدوا لي هاد الانستركسيون هاي نيم سبيس، غادي تكتبوه عفوا كونترول اس، وبلمح البصر كنحلو المشكل صافي. هذا هو، هذا هو مالي كونترولر ديالنا. دابا نكريو كونترولر واحد اخر، مثلا نجي غير به لينوت، لينوت ديالنا. نجي لهنايا، كاين واحد الطريقه واحد اخر. هنا مثلا نبدل السميه، ندير له نوت كونترولر، وهنايا يمكن لك تزيد واحد لوبسيون اللي هي ريسورس.
ريزورس زعما ماشي ريزورس ريزورس هاد ريزورس هذا شنو كتمكنك دير بعدا انا اكزيكوتي لا روكيت ونجي لهنا الفوق ونشوف الكونترولر ديال هيا وتكري مزيان دي كونترول دو باش نحيد عليه السايد بار انا كيكري لك كاع لي فونكسيون اللي غتحتاج في الكرود ما عرفتش واش عمركم سمعتوا بالكرود هاد الكرود اش كتعني كتعني كرييت الار كتعني السي كتعني كرييت ار ريد اليو كتعني ابديت ودي كتعني ديليت كيكون مجموعين فيه هاد لي زوبسيون كاملين الكونترولر ديالكم حيت مثلا حدبا في لينا تقدروا نحتاجوا نكريو نوت ما هي ما كريو شي نوت ولكن المهم دابا حنا جربنا صح نكريو نوت نقراو واحد لا نوت يعني نبداو من البسطوني نبداو من لي ستي نوت نبدلو واحد النوت ديليت بحال دابا انا تصلح في ستودنت اللي غنديروها فيها ان شاء الله الادمين هو اللي غيكون مكلف بديكش حيت ستودنت راه غيدخل غيشوف لي نوت ديالو البروفيل ديالو غيخرج يمكن له غير طبيعه الحاله البروفيل ديالو الا كان شي حاجه غالطه وغيخرج بحالو ما غيزيدش شي حاجه واحده اخرى شي اللي كاين هنايا كما كتلاحظوا راه كاين هو غيوجد لكم هاد لي فونكسيون صافي ما كيدير شي حاجه كيوجدو لكم وصافي يمكن لكم تكريو هادشي لراسكم دابا انا نقدر ما نحتاج لكم هادشي كامل راه كل وحده داير لنا الكومونتير ديالها دابا انا ديسبلاي ليسن اوف ذا ريسورس يعني افيشي لا ليست ديال هاد لي ريسورس هادي مثلا كان عندك بزاف كرييت ستور شو مثلا ماشي وان او عطاك لي ديد هنايا عطاك لي ديد يعني غتافيشي سيرمو دابا ان ستوديو ولا ان نوت ولا شي لعبه المهم نتوما على حسب دابا البروجي ديالكم كل واحد يكون الكونتكست ديال البروجي ديالو يعني غيشوف ديكشي اللي غادي يحتاج بالضبط هادشي اللي كاين مثلا حنا هنايا فهاد اندكس هي اللي نقدر نحتاجو باش نافيشي كاع لي نوت اللي كاينين غندير بحال قبيله ريتورن دابا ما نعقدوش المسائل غير باش نجربو صافي ريتورن هنا ندير ستودنت نوت هنايا بوان فيركول قلنا غنشوفو الطريقه الثانيه اللي يمكن نخدمو بها باش نعيطو للكونترولر هنا كديرو بحال هكا كتحطو السميه عاوتاني ديال الكونترولر ديالكم هنايا دابا هنا في الحاله ديالنا نوت او كونترولر كلاس وهنايا كديروا لا فونكسيون اللي غادي تخدموا بها اندكس مثلا حنا في هذه الحاله خدمنا باندكس كونترول اس نجي لهنايا نعيط النوت في ان جيفن اري يقول لك none of the views in the given array exists نشوف شنو الخطا 1 minute 37 seconds later اي الخطا هو انا يا هذا فيو نسيت ما حيدتهاش خصني ندير جيت هنا عطاني هذا الخطا هذا نوت كنترول انا بحال دابا كما كتلاحظوا باش عطاني هذا الخطا على حسب الطريقه ديال لابيل ديال الكونترول هنايا ما عطانيش الخطا كما كتلاحظ بهنا يمكن لك عاوتاني باش تعالج الخطا هذا يمكن لك تزيد وتعيط له غير هنايا وصافي غدير بحالها نمشي لهنايا غدير اب باك سلاش غتمشي HTTP يعطيني الكونترولرز باك سلاش ونعيطو دابا هو خدم يعني بهاد الطريقة هادي حيت انا كنخدمو بالكلاس ديريكتوم باش يعرفو هاد الكلاس خصكم ضروري حطوه هنا يعني اللي ما بغاش يعقد على راسو يبقى يعمر هاد البلاصه هادي غير بلي كونترولر اللي عنده يخدم غير بهادي هادي ساهله خصكم تزيدو ديك الانستركسيون اللي قلت لكم صافي هادشي اللي كان اخوتي هذا هو بالنسبه للفيديو هذا
نتمنى تكونوا استفدتوا. في الفيديو ان شاء الله الجاي غنبداو لي موديل، تعرفوا على كيفاش كنكريو لي موديل ديالنا اللي هما لي طابل بطبيعة الحال، حيت الموديل هو اللي عنده علاقة بالفاز الطوني. يلا تبارك الله عليكم، نشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.